تعرف انا ايه البهدله اللي انت عايش فيها دي؟ ايه الكركبه دي يا عم مختار؟ ما تدقش. متعود. تسلم ايدك. صحيح البنت اللي انت قلت لي اسالك عليها اخويا في الداخليه طلعت الدنيا مقلوبه بسببها. ليه؟ طلعت متجوزه ثلاثه. ثلاثه؟ اه ثلاثه. واخر واحد ده بقى اللي الدنيا مقلوبه عليه بجد. ابن واحد من اغنيه المنيا وكمان قريبه ومدير الامن هناك. وهي واخده حكم بعشر سنين. عامله لك ايه يا عسليه؟ بتسال عليها ليه؟ ابدا. ماضيه شيكات لواحده قريبتي بمبالغ كبيره. هنعمل ايه؟ طب قول لي قريبتك بقى دي تستعوض ربنا لحد ما تقبض عليها. بقول لك يا رمزي، ينفع تجيب لي اسامي الناس اللي هي اتجوزتهم؟ سهل، هكلمه بكره اكلمك اقول لك كل حاجه. بس هتعمل بيها ايه؟ ازيك عامل ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ انا خليك تمشي. أنا مش فاهم، ده مش وقت مكلف في وضع زي كده خالص، ده ليه أنا عايش معاكي أحلى أيام عمري. لكن أنا ما لكنش. أصلاً من ساعة ما اتشقت الأرض وطلعتي لي وخبطتك بالعربية وأنتِ بقيتي أهم حاجة في حياتي. مش بإيدي. أنا مش فاكرة موضوع العربية ده. بس بليز يا مراد أنا مش عايزة أمشي من هنا. أنا مش هسيبك أبدا. ما تسيبنيش. تعالي. أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. أيوة حبيبتي أنا بركن وناس. أنا أتعامل معاكي على إنك مين؟ أنت مين؟ داليا؟ أجمل وش شفته في حياتي. أنا مش عارف أفكر في أي حد غيرك. ولا انت حبيبة مراد أعز وأغلى واحد عندي في الدنيا. أسكت واستعبط طيب ولا كأني سمعت عنك أي حاجة؟
ولا اقول له اللي سمعته عنك والبلاوي المتلتله اللي انت عاملاها ومش فاكره اي حاجه منها. ردي. ايه مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب اقعدي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايزني امشي. كوبيس يا شيخه، الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجهزي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ ساعة داخلة على 9 اهو، متأخر شوية يعني. معلش يا مراد، أنا حاسة إن أنا مش عايزة أروح الشركة النهاردة. طيب خليكي. هستناك هنا. أقوم أحضر الفطار. هو أنت خدت الدواء؟ لا أنا مش عايز آخد دواء بعد كده. مش حاجة اسمها. بصي داني أنا قلبي زي الحديد الحمد لله، أنا مش عايز دواء. ماشي ماشي، بس تاخد الدواء. هو حضرته هنا وحضر الفطار، تفطر وبعدين تاخد دواك. ايوه. ايه ده ايه ده؟ ليه ليه يا ساتر يا ساتر عليك؟ ليه كل ده؟ الدنيا فيها ايه؟ ليه؟ صباح الخير يا عادل بيه. صباح الخير. ايه بس يا عاطف، خش خش الساعه الصبح وكل ده جرز يا اخي. وايه ده ايه ده؟ انت ما رحتش لعلي الزياره ولا ايه؟ تعالى تعالى قول لنا. تعالى. لا رحت. ولسه راجع بس. ما قابلتوش. طبعا ما دخلكش. علي خرج من السجن. ايه؟ هرب؟ لا طلع عفو نص المده. هرب؟ خرج. خد عشان تفوق. يعني ايه عفو نص؟ خرج خرج عفو، ادوله عفو نص المده. خرجوه.